جماعة، هو في ايه بجد؟ ايه اللي بيحصل في المدارس الحكومية دي؟ هو فعلا المدارس الحكومية دي مكان غير آمن تماما للأطفال، والمعاملة فيه غير آدمية بالمرة. هقول لكم في خلال 3 أيام بس حصل ايه. أول حاجة، في سور المدرسة واقع على طالبة، مامتها منهارة كامل الانهيار، بتقول إن بنتي جهزتها الصبح ونزلت مدرستها وكانت فرحانة جدا وفي قمة سعادتها إنها رايحة المدرسة وهتقابل صحابها، رجعت لي جثة. كمان في مدرسة قايلة للسقوط في اسكندرية والمفروض إنها هتتهد، فالأطفال هيروحوا فين أو هيعملوا ايه أو هيهدوها ازاي؟ واشمعنى في التوقيت ده اللي بدأت فيه الدراسة عايزين تهدوها؟ حاجات مش طبيعية. ولسه النهاردة في مدرس في الدقهلية ضرب طفلة على دماغها جالها نزيف في المخ. ايه بتعملوا كده في الاطفال؟ في واحده ام راحت تقدم لابنها عشان عنده توحد في قسم الدمج في المدرسه، مديره المدرسه قالت لها كده لفظا، قالت لها احنا مش طايقين الاطفال الطبيعيه، هنقبل الاطفال اللي هنحطهم في قسم الدمج. وقالت لها احنا اطفال الدمج دول بنرميهم في الحوش طول اليوم، والاداره عارفه والمديريه عارفه. يا جماعه ازاي بجد؟ لو عندك مقدرة مادية وهتودي ولادك مدارس حكومة فانت كده هتتحاسب، لان انت عارف المهازل اللي بتحصل هناك. مفيش ضمير خلاص، فخدوا بالكوا على ولادكوا.